زي ما انتوا شايفين اتحركت بالسكرين لغاية ما حصلت مرة تانية على حرف الاف زي ما انتوا شايفين مين واضح. طيب ركز معايا بقى، القياسات اللي احنا هنقيسها هي ايه؟ القياسات اللي احنا هنقيسها كالاتي، بص كده هوت، من الكونكيف لينس، انسى الكونفكس لينس، الكونفكس لينس ديت انساها، هنيجي هنا هوت على مين؟ على الايه؟ الكونكيف لينس، الكونكيف مين؟ الكونكيف لينس ديت. من الكونكيف لينس لوضع السكرين الاولاني اذا تفتكروا كان عند 65 صح ولا لا؟ من هنا لغايه هنا لغايه ال 65 اقول عليها يو، اقول عليها مين؟ يو. تمام كده هوت. يبقى من ادي الوضع اللي انا حطيت فيه الكونكيف لينس، من الكونكيف لينس لغايه الوضع الاولاني اللي هو كان 65 اسميه يو، يبقى الديستانس من اول، شوفوا كده، 4 بعد ال 50، 4 بعد ال 50 تبقى الديستانس ديت كام؟ 54. اطرح كده هو 60 60 اهيت 65، اطرح 65 ناقص 54 يديني الديستانس ديت اللي انا هقول عليها اليو. يبقى 65 ناقص 54 الديستانس ديت هقول عليها مين؟ هقول عليها اليو. طيب والفي من فين لفين؟ الفي من هنا لغاية الوضع الجديد، لغاية الوضع الايه؟ الجديد. الوضع الجديد زي ما انتوا شايفين عند 85 اهوت، الوضع الجديد زي ما انتوا شايفين عند كام؟ عند 85. 5 بعد الكام؟ بعد ال 80. يبقى من الكونكيف ديت لغاية الوضع الأولاني اللي هو كان عند 65 دي بنقول عليها يو، من الكونكيف لغاية الوضع الثاني دي بنقول عليها في، هيبقى الفي اللي أنا بقيسها 85، 85 ناقص 54، 85، 85 ناقص 54.